إذا كانت رغبتك الشديدة للطعام وضعفك أمام السكر والكربوهيدرات والملح خارج عن السيطرة هو السبب لعدم نزول وزنك وتريد الحل، فإليك بعض الخطوات التي تساعدك على إغلاق الشهية المفرطة للطعام. أفضل طريقة للتغلب على الرغبة في تناول السكر الحفاظ على نسبة السكر في الدم مستقرة، وذلك من خلال تناول مزيج من البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية كل 3 ساعات. وهذه الطريقة تساعد على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم طوال اليوم. ضف رشة ملح للفواكه فقط لمدة 3 أيام لتعزيز النكهة وسد الشهية. استبدل الوجبات الخفيفة الحلوة المذاق لفواكه عليها رشة ملح. الملح يبرز النكهة والحلاوة الطبيعية في الفاكهة. حاول استخدام الأملاح الطبيعية مثل ملح البحر للحفاظ على وجبة خفيفة وصحية. إذا كنت تشعر بالملل أو الحزن أو الغضب، سوف تكون هناك رغبة شديدة وملحة بنفسك لتناول شيء يريح أعصابها مثل السكريات والكربوهيدرات. لرفع المزاج، تناول الفلفل الأحمر الحار أو ضفه إلى نظامك الغذائي الخاص بك. تناول الفلفل الحار يعطيك نفس الشعور الجميل ودفع من هرمون السعادة والدوبامين، كأنك تناولت قالب حلوى. الكثير من الناس يخطئون بالتمييز بين العطش والجوع. السبب أن مركز الجوع والعطش قريبين جداً بالدماغ، فإشارات الجوع تختلط عند الإنسان بإشارات العطش. شرب الماء باستمرار طوال اليوم يساعد على الشعور بالشبع ويزيل الشعور بتناول الطعام بنهم. اشرب 2 كوب من الماء بدل من تلبية رغبة الجسم لتناول وجبة خفيفة وانتظر 10 دقائق، وستزول تلك الرغبة بتناول الطعام سريعاً، وخصوصاً إذا كنت عطشان. قم بتحديد 15 دقيقة وافعل شيئاً آخر. اذهب في نزهة، قم ببعض الأعمال المنزلية، أو تحدث على الهاتف، وبعد مرور هذا الوقت ستختار بحكمة خياراتك بعيداً عن تناول أي شيء أمامك. تأكد من أن لديك ما يكفي من الدهون الصحية في نظامك الغذائي الخاص بك لتجعلك تشعر بالشبع وتزيل الإحساس المفرط لتناول الطعام. حاول تناول الأفوكادو، زيت جوز الهند، المكسرات وزيت الزيتون. استعمل التوابل بكثرة مثل الفلفل الأسود والريحان والكزبرة والكاري والزنجبيل والزعتر والفلفل الحلو والروزماري والكركم. النكهة القوية بالتوابل تقتل الرغبة المفرطة لتناول الطعام. إذا كانت هناك رغبة شديدة لتناول الحلويات والسكر، عليك أن تسأل نفسك كم ساعة تنام في الليل؟ وفي كثير من الأحيان فإن الجواب هو أقل من 5 أو 6 ساعات. وجدت الدراسات المختلفة أن الحرمان من النوم لمدة 2 أو أكثر من ساعات النوم الموصى بها يؤدي إلى الإفراط والرغبة الشديدة في تناول الحلويات والوجبات السريعة، مقارنة مع الأشخاص الذين ينامون من 7 إلى 8 ساعات يومياً. البوشار أفضل الوجبات الخفيفة التي تزيل الشعور المفرط لتناول الطعام، لأنه قليل بالسعرات الحرارية ومن الحبوب الكاملة التي تشعرك بالشبع. ويفضل أن ترش القرفة على البوشار لتناول وجبة خفيفة وحلوة المذاق، أو رش الفلفل الأحمر مع قليل من زيت الزيتون.